لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يجد البلة في منامه. البلة في منامه أي الرطوبة، الرطبة من الماء. وقالوا بللته من الماء بلا، من باب قتل قتلا فابتل. أي ولا يذكر احتلاما، فما حكمه؟ عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. حديث صحيح. أصل القصة في الصحيحين عن أم سلمة. البلل الرطوبة أي رطوبة المني، وهو معروف ومعلوم، وإلا فلو وجد رطوبة مذين الذي يكون كنقطة على رأس الذكر وقد يصيب شيئا من الملابس، أو رطوبة بول ممن عنده سلس أو مرض، فهذا معلوم قطعا أنه ليس مرادا، إنما هو الاحتلام. يجد بللا ولا يذكر أنه جامع في المنام في النوم. يغتسل خبر بمعنى الأمر وهو للوجوب. قال: الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرد البلل، قال: لا غسل عليه. قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة، وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق. وروي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق. بس هيعرف منين؟ من العلامات. الماء الدافق يعني يكون إذا جف له شكل معين وملمس معين، غير البول وغير المذي، وكذلك حجمه. الأغلب أن المذي ده بيبقى نقطة على رأس الذكر أو نحو ذلك. قال: واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، مش ألا يغتسل. ولم يختلفوا أنه إذا لم يرى الماء، وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم، لم يختلفوا أنه لا يجب عليه الاغتسال. انتهى كلام الخطابي. قلت: ما ذهب إليه الجماعة الأولى من أن مجرد رؤية البلة في المنام موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب. لا، اللي في الحديث رأى الرطوبة، رأى البلة أي المني، وليس أنه أوفق بحديث الباب أي بلل. الفرد الخطابي ليس هو الذي ورد في الحديث، هو الفرد يقول لا يعلم أنه من الماء الدافق، نقطة واحدة مثلا تحتمل وتحتمل، لا يلزم، لأن الأصل بقاء الطهارة. الأولى ولا الأولى؟ الجماعة الأولى، الجماعة الأولى اللي هم القائلين بأنه يجب أن يغتسل لمجرد أي بلل، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق. قال: وحديث أم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ إذا رأت الماء. حديث خولة بنت حكيم: ليس عليها غسل حتى تنزل. فهذه الأحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني، سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لا، وهذا هو الحق. هو لا يكون منيا إلا أن يكون دافقا، الماء الدافق. هو ممكن ينسى، فالاعتبار بالشيء الظاهر الماء من الماء.
أما أن المني إذا خرج بغير دفق ولا شهوة فهذا مرض أفتى ابن عباس رضي الله عنه أن فيه الوضوء، أن فيه الوضوء إن إذا خرج بغير الطريقة المعروفة، الماء الدافق يخرج عند الشهوة بشهوة، أما المذي فهو يخرج عند الشهوة لا بشهوة. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل، هي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها، عليها غسل إذا احتلمت يعني. قال: إنما النساء شقائق الرجال، هي في المعنيين، إذا احتلمت ورأت ماء ورأت الماء الدافق فعليها إيه؟ الغسل. برضو المرأة ماء يخرج بشهوة عند الشهوة، أما إفرازات المهبل التي تخرج عند الشهوة لا بشهوة، أو عموما إفرازات المهبل عموما، فهذه مثل المذي. نعم، اللي هي نجسة. هو احنا مرجحين ان المني لانه يتضمن مذيا او اكثره مذي نجس، هذا في الرجال والنساء، انما النساء شقائق الرجال. قال ابن الاثير: اي نظائرهم وامثالهم كانهن شققن منهم، ولان حواء خلقت من ادم عليه الصلاة والسلام، شقيق الرجل اخوه لابيه وامه لانه شق نسبه من نسبه. يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل. قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس. نعم، إنما النساء شقائق الرجال، وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث رواه مسلم، اللي هو حديث أم سليم الأنصارية، قالت: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أفل لك، أفل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ كأن عائشة لم تكن تعلم ذلك. وباب ما مقدار الماء الذي يجزي به الغسل، حديث متفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد، وهو هو الفرق من الجنابة. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.